هذه السنة لما التجمع الوطني الأحرار انتخب السي عزيزة خنوج رئيسا لحزب التجمع الوطني الأحرار، قام بواحد الجولة عبر الجهات للاستماع إلى المناضلات والمناضلين في إطار لقاءات جهوية لتبلورات في مشروع ديال النظام الأساسي للحزب اللي خدا مجموعة ديال المؤخذات واللي ترجمات إلى مساطر صادق على المؤتمر الوطني، ثم انطلقت الهيكلة ديال الحزب اللي كتستجب لهاد الإشكالات اللي طرحات. في المناسبة الثانية أنه الخروج إلى الجهات قصد تشكيل المجالس الجهوية، تشكيل المكاتب الجهوية، واللي على أساسها كانت مناسبة اللي اطلقنا النقاش حول المشروع التنموي الجديد الذي نادى به جلالة الملك نصره الله، واليوم الاختتام في أكادير باش نقدموا هذه الحصيلة ديال العرض السياسي النموذج التنموي والأرضية ديال حزب التجمع الوطني للأحرار.